الانجليز يعني محمد صلاح عمل لهم يعني شيء عظيم، يعني مش عايزه اقول مهبولين على محمد صلاح، والحقيقه ان هو يستاهل قد كده وزياده، بس جمهور ليفربول بيغني لصلاح. احنا وريناكم قبل كده مجموعه من الاغنيات، خلونا نسمع تاني من الاول بقى بيقولوا ايه، بيقول ايه جمهور ليفربول ان هم مستعدين ان هم هيتحولوا للاسلام لو صلاح سكورد اجان. نسمع. He's good enough for me. He's sitting in the moss, that's where I wanna be. يعني ماشي، حتى لو كانوا بيغنوا ده في بار وهم ماسكين الشرب وكل الكلام ده، ازاي يعني فكره ان يكون لاعب الكره هو حامل شعار الاسلام وهو ده المسلم الحق، هو ده المسلم المجتهد، هو ده المسلم اللي بيشتغل، هو ده المسلم اللي اخلاقه محترمه، هو ده المسلم يعني ده المسلم الحق. هنا بقى هي دي الفكره، انك انت ممكن تتكلم عن الاسلام من هنا لبكره، لكن واحد لعيب كوره، لاعب كوره واحد يعني بحرفيته وبمهارته وبشطارته وباخلاقه وباهتمامه بالعمل يكون نموذج محترم للاسلام ويخليهم يغنوا في وقت، على فكره هم يعني عندهم قلق كبير جدا من التطرف، لكن بيوصلوا يقول لك لو يعني في سكور اجان I'll be a Muslim too. يعني الحقيقه ان انا بحييه، واكيد هو فخور ان هو فعلا وسط كل ده هو مش بس بينشر الرياضه ولكن بينشر الاخلاق، اخلاق الاسلام اللي هو ديننا السمح.